احنا معنا 4 دقائق، يلا 5 دقائق. صباح الخير مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي، معي انا محاسن مرسل وزميلي المصور محمود الباشا. استعدوا، لولار كون حيصير 15,000، هل يا ترى فقط اللولار يعني الدولارات يلي عم نسحبها من المصارف، ام ايضا بده يرتفع سعر الصرف من ال 1500 لل 15,000؟ طبعا نحن هون عم نحكي علي الدكتور والخبير الاقتصادي جاسم عجيقة. صباح الخير دكتور. صباح الخير لحضرتك. مثل ما بيقولوا جينا على المصدر يعني. الله يخليك. شو بدي هيك بإيجاز وباختصار وبطريقتك اللطيفة للمشاهدين، شو قضية ال 15,000 اليوم؟ نحن بنعرف انه في عدة دولارات بالسوق، وهذه او عدة اسعار صرف بالسوق، اللي بيسحب عليها المواطنين واللي بيسموه اللولار او دولار السحب هو على 8,000. في عندي دولار القروض يلي بعده على 1,005. في عندي التعاملات بين المصارف على 1,005. على 1,005 التعاملات بين المصارف والمصرف المركزي على الألف كمان وخمسة. على 1,005. في عندي رأس مال المصارف كمان على 1,005. في عدة أمور بدها تصير اليوم. بعد الصورة منا واضحة 100% عن شو هو اللي رح ينتقل لل 15,000 بالتحديد، ولكن مثل ما حضرتك تفضلتي اكيد اللولار واحد منهم، واحد من اللي بدهم ينتقلوا. بالنسبه للقروض، القروض هذه امر عويص جدا، من يعني بنخاف من هالنقله، ان شاء الله ما يكون مجمول بهالباكج هذا، لانه في ناس كثير ما رح تقدر تدفع، في ناس كثير ما رح تقدر طبيعي تدفع، طبيعي يصير عندنا قروض مهترئه. وهوني السؤال انه كلهم هم متخذين مقابل ضمانية القروض. طيب هل اذا كان مثلا رح ناخذ مثال، قديش البنك كم سيارة رح يقدر ياخذ؟ عادة صح. بصادر سيارة واحدة بس. لذلك انا بعتقد بتوقع، وهوني اللي شفته بتصريح حاكم المصرف المركزي على قناة الحرة، شفت علامة سيئة أو اعتراف إذا بدك رسمي أن السلطة السياسية لن تكون قادرة على القيام بأي شيء، ولا حتى اتفاق مع صندوق النقد، بس ما هو جزء من السلطة، ولا أي شيء تاني، وبالتالي مثل كأنه السلطة لزمت القيام بإجراءات معينة للمصرف المركزي. وهون مثل ما قلت السياسة النقدية لا يمكن ولا بأي شكل من الأشكال أنه تحل محل السياسة المالية. واليوم إذا كانت هذه الخطوة إيجابية بالشكل، ولكن المضمون تبعولها بضل محفوف بالمخاطر، وخاصة من ناحية تهريب الدولارات. نعم. يلي عم ياخد عدة أشكال، سواء كان على صعيد التجارة أو على صعيد التهريب، وهني أرقام كتير كبيرة. لذلك قلت هيك كملناك هيك كم مثل ما بيقولوا كم رقم، يعني لأنه بعرف كنت حضرتك من الناس اللي حكت عن قضية كمية قدية دولارات خرجت تحت إطار الدعم وتحت إطار يعني عدة تسميات. قدية اليوم بروفيسور عجيقة بيعرف الأرقام الصائب، يعني سواء كان تجار، لأنه أكثر ناس استفادت بصرف النظر عن صحيح. المودعين هن التجار بقضية الدعم. صحيح صحيح، الدعم كتير استفادوا منه التجار حقيقة. يعني التقديرات الأولية خاصة بأول سنتين كانت يعني مثل ما بيقولوا الأرقام بأقل تقدير بحدود 600 مليون دولار سنويا أرباح صافية، بس الخطر بالعملية هو أكثر من هيك، هو تهريب الدولارات عبر التجارة على عبر الحدود. نعم. وهذا الأمر لا يطال فقط سوريا، كمان كان يروح على عدة بلدان مجاورة. اليوم بوضعنا الحالي من بعد 3 سنين، وحضرتك بتعرفي انه دمار، يعني في ناس مش قادرة تاكل، ولبنان بعده بيستورد بأرقام خيالية. 13.6 مليار دولار سنة الماضي استورد لبنان. إذا بتطلع بمدخول العائلات اللبنانية والعائلات السورية اللي موجودين بلبنان، بتلاقي انه ما بيتخطوا 6 ل 7 مليار دولار، يعني معناتها في 6 ل 7 مليار دولار تهريب او تخزين لا يمكن، لانه ما بيقدر يحملوا ستوكات تخزين على سنتين متوازيات ورا بعضهم. يعني تخيل انه هذه السنه مثلا
بأول 7 أشهر منا بس 10.7 مليار دولار مستوردين. طيب لأسألك سؤال، مش حكون محامي الشيطان، حكون أنا صوت الناس وأسأل عن الناس، يعني لأنه هو المنبر منبر الناس. اليوم عدة أسئلة تطرح، حاكم مصرف لبنان هو لزم بإدارة السياسة النقدية، ونحن اليوم المشكلة الأكبر التي نعاني منها اليوم هي بالانهيار القطاع المصرفي. بحسب القانون لزم، نعم، بالقانون. لا لا، لأنه في سياسة نقدية هو جزء منها، بس هو مش كل الملف بيستلم، يعني لأنه حسب قانون النقد والتسليف. صحيح. أنا منطلقة من قانون النقد والتسليف. السؤال الأبرز اليوم، وهذا أسألك إياه لأنه بعرف حضرتك عندك الإجابة، سيتحول سعر الصرف عاجلاً أم آجلاً ل 15,000، وحنبطل نحكي ب 1500. سؤالين مطروحين اليوم، الفجوة المالية بدأت تنكشف خاصة بموضوع ميزانية المصارف والخسائر التي منيت بها القطاع المصرفي، كيف برأيك حيكون الحل؟ يعني هل الحل بإعادة هيكلة القطاع المصرفي؟ هذا إلزامي، إلزامي. نعم. إعادة هيكلة القطاع المصرفي هو إلزامي، يعني هذه فيها مثل ما بقولوا ما بدنا نتخبى وراء أصبعنا. لن كنت من جهة المصارف، ولن كنت مثل ما بقولوا من جهة اللي إذا بدك اللي ضد المصارف. إعادة هيكلة المصارف لا يمكن أنك تستمر بهذا الأمر. أول شيء ما في عندك كفية لرأس المال، ومعروف بالنظرية الاقتصادية رأس المال هو الوحيد اللي بيستوعب الخسائر. صحيح. وبالتالي بدك تزيدي، رأس مالك. بس خلينا نحكي بس شو معنات كلمة إعادة هيكلة، لأنه بيحكلوها الكل بس ما حدا بيقول للناس، ما نبسطها بس هيك بالتبسيط. إعادة الهيكلة بتتضمن 3 أشياء، يعني ممكن تكون و أو واحدة من هاو التلاتي. إعادة هيكلة مالية شو بيقصدوا فيها؟ رأس المال مركب من شقفتين. رأس المال يعني اللي هو بيبقى ملك المساهمين، وفي شيء اللي بيسموه إذا بدك الدين، هذا هو رأس المال. بغيروا هذه الهيكلية بيصير في قسم أكبر أو قسم أقل أو إلى ما هنالك، وبيشتقوا من الدين وإلى ما هنالك. تاني واحدة هي هيكلية قانونية، يعني بيقولوا للبنك أنت مطلت موجود، بتروح بتصير مندمج مع بنك تاني لحتى تألفوا بنك تالت، أو بيقول له لا أنت اختفيت لصالح هذا البنك، أو بيصفوا لحتى يصير يتوزعوا أصوله وديونه لعدة مصارف. تالت نوع هو إعادة هيكلة تنظيمية، يعني طريقة شغل المصارف بحكم أنه هذه مصارف وخاضعة على قانون النقد والتسليف، ممكن يعملوا لها إعادة هيكلة لتعديل طريقة عملها. فإذا لما بيحكوا عن إعادة هيكلة فيها وثلاث شقف، أصعب شقف فيهم هي الشق المالي. الشق المالي هو اليوم النقطة على الشق المالي بلبنان، هي أصعب شغلة هي قصة الشق المالي. الإشكالية أنه عندك على ال 15,000، إذا اعتبرت 15,000 نزل عندك 3 إلى 4 مليار دولار رأس مال المصارف. نعم. وبالتالي هذا غير كافي إذا بدك بحسب الودائع اللي موجودة. المصرف المركزي بيقدر يفرض على المصارف إشياء معينة، بس إذا كان صارم من ناحية حجم الودائع والمتطلبات من رأس المال، أكيد في قسم كتير كبير من هذه المصارف بدها تختفي إذا ما كان في إعادة هيكلة مالية صحيحة، وخاصة ضخ الأموال. هلأ يقال وهذا يحكى عنه أنه في عدة دول عربية مستعدة بطريقة أو بأخرى أنه تضخ، ولكن ضمن شروط معينة لن ندخل فيها بهاللحظة هذه. بس بدك تعرفي أهم شغلة إنه القطاع المصرفي حتى لو عمل رأس رسملي لحاله عن جديد، إذا الحكومة استمرت بخطتها طاروا الودائع، لأنه الدين العام أي خطة؟ خطة التعافي. خطة التعافي، بس هي خطة التعافي اليوم عم تحكي عن إعادة هيكل الدين عام، وعم تحكي إنه لا يوجد إعادة هيكل الدين عام، عم تحكوا عن شطب الالتزامات. بس اسمحي لي، اتفضل. شطب الالتزامات تبع الدولة تجاه المصرف المركزي واتجاه المصارف، وهذا الأمر، وهي حتى بقلب الخطة الدولة تعترف أنه تواصلت مع المقرضين الأجانب من دون المقرضين المحليين، ونحن بنعرف أنه المقرضين المحليين
هن أموال المودعين، ها وجايين من أموال المودعين، وبالتالي مش كل الإقراض، نحن عم نحكي على الإقراض المباشر. الدولة اليوم تتفاوض على أساس سندات اليوروبونز مع عظيم قديش السنة قديش وين تواصلت مع القطاع المصرفي؟ هو القطاع المصرفي اللي راح سيل سندات اليوروبونز كان بيملك النسبة الأعلى، كان الحامل النسبة الأعلى من سندات اليوروبونز. خليني أقول لك بحسب بنك أوف أمريكا، عرفتي كيف؟ عندك بحدود ال 15 مليار دولار هاو سندات، وفي عندك 5 للمصرف المركزي. أنا اللي بعرفه هاو من أموال المودعين. طبعاً ما هيدي هون الإشكالية الكبيرة. الإشكالية الكبيرة. أنا حتى ما عزبك معي لأنه بدي أرجع أكسبك مرة تانية ونحكي بالتفصيل عن هيدا الموضوع. بروفيسور جاسم عجاقة، أنا بتشكرك كتير على هيدا الإيضاح، بتشكرك عن موضوع الدولار لأنه بدي أرجع أخذك إن الله رد مرة تانية نحكي بالتفصيل عن خطة التعافي. إذا مشاهدينا مشاهدي صفحة صوت بيروت انترناشونال بيروت سيتي، اليوم فأذن الدولار، يعني عم نحكي عن السحب، حيصير 15,000 ليرة لبنانية بدل 8,000 ابتداء من شباط. هلأ شو عم بيصير؟ شو بيصير شي جديد؟ طبعا نحن متابعينه للملف إلى خواتمه مثل ما بيقولوا. بتشكركم على حسن المتابعة.